تقليل نيه وبعد ما فريق وداد الامه داروا فيه غير الخير وبعد ما كونوا في الفريق وداروا له الشان والمرشان وبعد ما خلاوه يتوج بدوري ابطال افريقيا واللقب ديال البطوله الوطنيه لسنوات عديده وزيد عاوتاني بعد ما كبروا به وعطوه اسم وشخصيه في افريقيا شنو غادي يدير هذا التقليل ديال النيه في هذا الاخير غادخونا هذا بعد ما قربت الانتقالات الصيفيه وشاف باللي فريق وداد الامه بدا كيتراجع المستوى ديالو وشاف باللي فريق وداد الامه في الموسم المقبل ما غاديش يشارك في دوري ابطال افريقيا وزيد عاوتاني شاف باللي فريق وداد الامه في الموسم مقبل غادي يكون منافس على البطولات المحليه فقط شنو غادي يدير هاد خونا هذا غادي يبدا يفكر باش يخرج من الفرقه ودابا غير شوفوا معايا هاد خونا هذا باش جاز فريق وداد الامه اما من ناحيه الناس اللي ما عارفينش شنو واقع حاليا بين عبد الاله حيمود وفريق وداد الامه فبعد ما الاداره ديال فريق وداد الامه البارح جلس مع اللاعب شخصيا وقالوا له واش غادي تجدد العقد ديالك رفقه الفريق في الموسم المقبل فالسيد باش غادي يجاوب الاداره ديال فريق وداد الامه فالسيد باش غادي يجاوب الاداره ديال فريق وداد الامه فغادي يقول لهم باللي ما غاديش يجدد العقد ديالو رفقه الفريق وزيد عاوتاني قال لهم باللي حاليا راه كيبحث على البديل ديال فريق وداد الامه في هذه الانتقالات الصيفيه وحاليا هذا اللاعب هذا كيحترف باش يمشي لاوروبا هنا بعض الناس غادي يقولوا لي باللي اذا مشى لاوروبا الله يسهل عليه هنا كاين بعض الناس اللي غادي يخرجوا وغادي يدافعوا على هذا السيد هذا وغادي يقولوا لي اذا بغى يمشي يحترف اوروبا الله يسهل عليه لان كما كنعرفوا باللي عبد الاله حيمود لاعب اللي باقي صغير وباقي عنده واحد المستقبل كبير رفقه الفريق وهنا انا شخصيا غادي نتفق مع هاد الناس اللي كيقولوا هذه الهضره هذه وانا بالنسبه لي شخصيا الله يسهل على عبد الاله حيمود في المستقبل ديالو ولكن بالنسبه لي اللي ما عجبنيش الحال هو الجست اللي داروا مع الاداره ديال فريق وداد الامه لان كما عارفين باللي عبد الاله حيمود في هذه الانتقالات الصيفيه غادي تسال الكونترا ديالو رفقه الفريق والاداره ديال فريق وداد الامه جلسوا مع هذا اللاعب باش يجددوا العقد ديالو لمده موسمين وهنا عبد الاله حيمود اللي كان غادي ينتقل في هذه الانتقالات الصيفيه فالاداره ديال فريق وداد الامه غادي تستافد من المبلغ ديال الانتقال ديالو واللي كان غادي يكون على الاقل 200 مليون اما مثلا رفض يجدد العقد ديالو رفقه فريق وداد الامه فكما عارفين في الانتقالات الصيفيه اللاعب هذا غادي ينتقل مجانا يعني من تل هذا اللاعب هذا الاداره ديال فريق الوداد ما غتستافد منه والو وهذه هي الحاجه اللي ما عجبتنيش اللي دارها عبد الاله حيمود لان بالنسبه لي وما كانش عبد الاله حيمود كيلعب فريق وداد الامه كاع ما كان غادي يكون معروف نهائيا لاننا كما كنعرفوا هذا اللاعب هذا اللي كان تيلعب فريق وداد الامه اصلا المستوى ديالو طايح وما كانش تيلعب كاساسي وزيد عاوتاني اللي كان تيلعب كان تيدير بزاف ديال الاخطاء داخل الملعب واخا هكذاك شفنا الاداره ديال فريق وداد الامه كتصبر عليه وهذا الشيء اللي خلاه مع فريق وداد الامه لسنوات عديده وزيد عاوتاني واخا كان غير جالس وما كيدير والو فهو في الاخر الموسم كان تيتوج بالالقاب رفقه الفريق وهادشي اللي كان تيزيدو واحد القيمه اللي كبيره في السيفي ديالو وحاليا وبعد ما شاف باللي فريق وداد الامه في الموسم المقبل ما غاديش يكون مشارك في المنافسات الخارجيه فهو حاليا بدا كيفكر باش يبدل الفريق اللي عطاه واحد الاسم اللي عاري وزيد عاوتاني الفريق اللي عطاه واحد القيمه اللي كبيره وانا بالنسبه لي اي لاعب كيفكر بحال هكذا فهو المستقبل ديالو ما كيسهلش فيه الله وابرز مثال لهادشي هو يحيى عطيه الله بقمت الفيديو بالكومونتيرات وعطونا الراي ديالكم لهادشي ديال عبد الاله حمود الفريق الوداد ويلا في تلك معكم حفيظ أطهر.